فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تعليم الناس بعض الأوراد الشرعية التي ليس عليها دليل لجلب الرزق أو غيره يعد أمرا مشروعا، حيث إننا إذا طالبناهم بالدليل على هذا الورد اكتفوا بقولهم بأنه مجرب؟ ما يكفي أنه مجرب، قد يحصل الإنسان حاجته من باب الابتلاء والامتحان والاستدراج له، وهذا سيأتي في هذا الدرس إن شاء الله. حصول المطلوب لا يدل على الجواز، لا يدل على الجواز إلا الدليل من الكتاب والسنة. نعم.